ردود الأفعال العربية والعالمية مستمرة ومتواصلة، وكلها تأتي في إطار رفض قرار الرئيس الأمريكي. الحديث حقيقة عن رد الفعل السعودي تحديدا في هذا الإطار، أرحب عبر الهاتف بسفير المملكة العربية السعودية في الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود. ومساء الخير سمو الأمير. مساء النور والسرور للأخوة المشاهدين قناة رؤيا، وأحب أشكركم إعطائي هذه الفرصة لتوضيح موقف المملكة العربية السعودية الثابت وذي الاستمرارية من عام 1948 إلى الآن. نعم. ما هو الموقف بداية سمو الأمير؟ موقف المملكة العربية السعودية ثابت، وأبرز ما كان في البيان هو الاستنكار لقرار الرئيس وتوضيح أن القرار سيكون له أثر سلبي على استقرار في الشرق الأوسط، وأثر سلبي مباشر على محادثات السلام بخصوص القضية الفلسطينية، وكذلك عدم الحياد عن موقفنا الرسمي وهو أن القدس الشرقية عاصمة فلسطينية إن شاء الله تكون أبدية، وهذا القرار واضح وأظنه واضح للكثيرين من الناس. ولكن للأسف من يقرأ أو يستقرئ البيانات ويحورها على ما يريد، فبصراحة هذا خارج عن نطاق تأثيرنا نحن، أن المملكة العربية السعودية ثابتة في مواقفها، والكل يعرف ماذا عملت المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية، وماذا عانت بعلاقاتها الخارجية بسبب القضية الفلسطينية، والمعاناة نعتبرها وسام وشرف على صدورنا كسعوديين. سمو الأمير، الموقف الأردني الشعبي والرسمي واضح تجاه هذه القضية، وجهة نظرك في هذا الموقف؟ الموقف الأردني حكومة وشعبا على رأسها الملك حسين الله يرحمه، والملك عبد الله وما قبله الملك المؤسس الملك عبد الله الله يرحمهم جميعا ويوفق الأحياء منهم، موقف ثابت ومعروف لا يحتاج لتعزيز مني أو تعزيز من أي جهة أخرى، موقف ثابت، والأردن عانت من هذه المسألة، فموقف الشرف لا يحتاج لأي إنسان أن يشرحه ولا يبينه، واضح وواضح على الأرض وواضح من ناحية المبدأ الحمد لله. نعم سمو الأمير، ورد يوم أمس عبر تويتر تحذير سعودي لرعاية المملكة في الأردن من المشاركة أو التواجد في أماكن المظاهرات الشعبية الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي، وأود أن أسمع وجهة نظرك، لماذا هذا التحذير يوم أمس؟ والله يا أخي محمد، أول حاجة وغير صحيح اللي أنت قلته أو نقل لك، هو عدم تحذير المواطنين السعوديين عدم التواجد في التجمعات لسلامتهم. نعم. هذا أولا. نعم. نحن نتابع هذا الحديث، تهيب السفارة بمواطنيها المقيمين على الأراضي الأردنية الشقيقة والطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية الابتعاد عن أماكن التجمعات والمسيرات حفاظا على سلامتهم. زين، يعني لم نذكر أن اللي بيحورها مثل ما قلت، يعني لم نذكر أن المناهضة للقرار أو المناهضة للرئيس الأمريكي ترامب. أولا هذا تحذير يخرج من جميع الدول إذا حست أن هناك سلامة مواطنيها في خطر، هذا أولا. نعم. ثانيا، المعلومات اللي عندنا السابقة أن سيقوم سب المملكة رموزا وشعبا، فتواجدهم في الأماكن يمكن يعرضهم للخطر، ولكن الأهم وهذا مهم جدا ويؤسفني أن أقول هذا، أن الذين كتبوا والذين اعترضوا على هذا التحذير هم أشخاص المفروض أن يكونوا أعلم بالقوانين الأردنية، وهم نواب في مجلس تشريعي، المفروض كنائب أو كشخص في مجلس النواب الأردني يكون أعلم بقوانين الأردن وتشريعاتها. والقانون، قانون التجمعات الذي أصدره المجلس في 2004 وعدل في 2011 يسمح للأردنيين فقط بالتجمعات وليس الجنسيات الأخرى، فنحن أولاً سلامة مواطنينا أولوية عندنا، وهذا لا يهمنا ماذا يقال، وثانيا احترام للقوانين الأردنية، فكان في الأولى من بعض الأخوان أو النواب أن يحترموا قانون بلدهم قبل ما نحترم إلنا.
إذن سمو الأمير أفهم أن هذه التغريدة جاءت حفاظاً على سلامة المواطنين السعوديين وتماشياً مع القوانين والأنظمة الأردنية. أبدا، القانون التجمعات صدر في 2004 وعدل في 2011 وهذا ما ينص عليه. فإذا للأسف نائب في مجلس تشريعي لا يعلم ما هي قوانين بلده فهذا ليس ذنبي بصراحة. يعني النواب هم أقدر على الرد في هذا الإطار وفي ظل ما ذكرت. لأن اللي فوق لأن غردوا نائبين أو ثلاثة. نعم. سمو الأمير سؤال أخير، الموقف العربي اليوم، هناك اجتماع جامعة الدول العربية وبدعوة أردنية فلسطينية وهناك نية للتصعيد في هذا الإطار، ماذا يملك العرب من أوراق؟ أولا أحب أشير وأنوه على مسألة التي كتبوه عن الصفقة، صفقة القرن، وهي التي تقول أن سمو الأمير محمد بن سلمان قالها رئيس السلطة الفلسطينية الأخ أبو مازن، وهي خلق أقاليم للفلسطينيين غير مترابطة، ووضع العاصمة الفلسطينية في أم ديش، والتنازل عن حق الرجوع للاجئين، وتعويضهم عن ما فقدوه في الأراضي في الضفة الغربية في سيناء. فأي عاقل أو مطلع أو عنده ذرة منطق يعرف أن المملكة العربية السعودية ليس عندها الصلاحية والنفوذ أولاً أن تفرض القرار على الفلسطينيين، ثانياً أن تفرض قرار عدم عودة اللاجئين على المملكة الأردنية الهاشمية وعلى سوريا وعلى لبنان، وزيادة على هذا ليس عندنا الصلاحية أن نمنح أراضي غيرنا في سيناء، هذه أراضي مصرية ومصر دولة مستقلة. يعني لا صحة لهذه التصريحات طبعاً، لا صح لها، واللقائم أنت انظر من ينشرها، وإننا نعرف من الذي ينشرها، هي جهات ودول لنا خلافات معها رئيسية. يعني هم وضع المملكة العربية السعودية أنها تأمر الفلسطينيين، لا، وفي آخر الصفقة إذا ما رضى أبو مازن سنقيله، إحنا نقدر نقيل أبو مازن كسعوديين أو نفرض على الأردن أو سوريا أو لبنان ونفرض على مصر بالتنازل عن أراضيها. فحدث العاقل بما لا يعقل فانصدق فلا عقل له. أما بالنسبة للاجتماع فنحن نرحب بأي اجتماع عربي أو إسلامي يخرج بقرار وستكون المملكة العربية السعودية أول من يلتزم به، وردا على بعض الأخوان اللي يقولون أن أهدينا 400 مليار و 460 مليار لأمريكا، هذه عقود قائمة من 2009 و 2010 و 2011 قبل رئاسة الرئيس ترامب. هذا أولا. ثانيا، لن نتوانى ولن نتردد في أي عقد كان يطور المملكة العربية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية التكنولوجية ومن الناحية العسكرية. السؤال اللي أنا أوجهه للجميع الآن بجميع فئاتهم، المملكة العربية السعودية لا تملك حدود مع إسرائيل، المملكة العربية السعودية لا تملك سفارة لإسرائيل، المملكة العربية السعودية لا توجد بها ممثلات إسرائيلية، ونجد أن الهجوم على المملكة العربية السعودية كأنها هي الدولة الوحيدة التي لها اتصال مع إسرائيل. الآن نطالب إذا الناس صادقة فلتتوجه إلى الدول من لها علاقات مع إسرائيل، لا تتوجه للمملكة العربية السعودية. أن تسب رموز المملكة العربية السعودية وتسب شعوبها في مظاهرات، هذا لن نرضاه ولن يكون ليس له عواقب. أن ما عندنا لا نتبع حب جلد الذات، من يتعدى حدود معنا فيتوقع ردنا عليه، ولكن لن نتنازل عن موقفنا الإسلامي والعروبي تجاه القضية الفلسطينية. أي اتهامات مزورة من أي جهة كانت مردود عليها، ولكن أنا بحدود أنا أقدر أن أبين الوضع، ولكن لا أقدر أن أغير ما في نفوس الناس، عقولها تعرف ولكن نفوسها مليانة حقد. هذا أنا ردي على أشكرك سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، كنت معنا عبر الهاتف.